اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك من قبل. تابونا اي لايك. اليوم غادي نشارك معاك واحد القصه اللي الا قبلتيها ودرتي بها غتولي لاباس وغتزيد القدام ان شاء الله. الا خدينا هذا القلم باش تقدر تستعملو خاصك ساعه ساعه تنجرو ملي كيتحفى. ايوا هكاك الحياه حتى هي داكشي اللي كدير لينا، كتنجرنا كل نهار باش بالمشاكل ديال الدار، المشاكل ديال الخدمه، المشاكل ديال الفلوس، المشاكل ديال الصحه، المشاكل ديال الموت، باش كترجعك قوي، باش كترجعك لواحد السيد اللي كيتخبط في الارض وكيعاود ينوض. دوك الواحد يتقبل بما الدنيا فيها مشاكل، والدنيا ساعه ساعه غادي تنجرك. حاجه ثانيه اللي مزيانه في هذا القلم اللي هي هذه القومه، هذه القومه اللي كتقدر ملي كتكتب شي حاجه كترجع ليها وتعاود تمسحها. ايوا هكاك حتى حنا في حياتنا كاين الاخطاء غادي نديروهم، الواحد نتقبل بما كاين شي اخطاء غنمسحهم، وكاين شي اخطاء ما يمكنليش نمسحهم وغيخصني حاجه وحده نتقبلهم باش نزيد لقدام وما نبقاش مبلوكي في حياتي. ثالث حاجه اللي مزيانه في هذا القلم اللي هو كيكتب، وهكاك انت خاصك تكون، خاصك تقبط القلم وتكتب الحياه ديالك وتكتب الاهداف ديالك والاحلام ديالك، وما تخلي حتى شي واحد يقبط القلم ديال حياتك في بلاصتك ويعطيك الاوامر باش تكتب الحوايج اللي تشهالك هو واللي بغاهم لك هو. اخر حاجه ما تنساش، احسن ما كاين في القلم هو لامين اللي كاينه لداخل، هي باش الواحد كيقدر يكتب. احسن حاجه كاينه عندك هما الحوايج اللي كاينين في القلب من ذاتك، ما تخلي حتى واحد يقيسهم. كانت معاكم نهيد رشاد اللي غتخليك ان شاء الله تزيد القدام وتحقق الاهداف ديالك. هذا هو، الله يحفظكم.